المشاهد الكريم، أهلا مرحبا بك في حلقة جديدة من حوار آخر. موضوع اليوم السودان وميزانية 2020. أجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان مجلس الوزراء والمجلس السيادي مساء أمس الأحد مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرية عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود الذي كان قد أقره مجلس الوزراء واحترضه الحاضن السياسي للحكومة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتم التوافق على قيام مؤتمر اقتصادي جامع قبل نهاية مارس يناقش القضايا الاقتصادية العامة لها لما لها من أبعاد سياسية واقتصادية. تعد هذه أول موازنة بعد الثورة للحكومة الانتقالية التي تسلمت مغاليد الحكم بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير للوقوف على السمات العامة والجديدة في موازنة 2020. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير. أستاذ عادل أهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بمشاهدي الشروق ومرحب بحوار اخر. استاذ عادل، خلينا نبدا الحلقه بالسؤال المهم الذي يدور الان في الشارع العام. كان في خلاف كبير جدا في قضيه تحرير اسعار المحروقات، وحصلت تهيئه بشكل او باخر للشارع العام، لكن تم ربط هذا الحل الاقتصادي من قبل قوى الحرية والتغيير. فظل السؤال معلق الآن، يعني هل هنالك خلاف حقيقي ما بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء، أم هناك رؤية أعمق اقتصادية لقوى الحرية والتغيير لقضية رفع أسعار الوقود؟ يعني السؤال في الشق النهائي يعني هو ده اللي بيشكل مدخل للإجابة على السؤال بشكل كامل. الموازنة دائما موازنة الدولة يعني هي باعتبارها يعني بيتمر بعدة مراحل، بتبقى هي القانون يعني الاقتصادي المالي للدولة، وينبغي على مؤسساتها إنها تتغيد به أسوة بكل القوانين السارية. والموازنة دائما بتخضع لمراحل في الإعداد ومراحل في المناقشة، ومن الطبيعي جدا أثناء المراحل دي أنه تبدو وجهات نظر متباينة، لأنه منطلقات الناس بالنسبة للاقتصاد هي يعني متباينة. المتفق عليه كما تفضلت بالمدخل أنه دي أول موازنة الانتفاضة اللي كان من أبرز يعني محركاته هو العامل الاقتصادي. نعم. يعني بكل ما وصف به النظام هو كان موصوف به ومستمر، لكن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بدءا من 2013 اللي هو ده التوقيت الدخل فيه يعني دخلت فيه الإنغاز كمرحلة نهائية فيما بدت به في أغسطس 90 فيما سمته بسياسات التحرير الاقتصادي أو التحرير على نطاق واسع، واللي بدأت في 2013 كانت بحزمة واحدة إنها تحرر يعني أسعار الوقود، تحرر أسعار العملة الوطنية وتزيد من قيمة الدولار الجمركي. الهبة بتاعت 2013 في سبتمبر خلت الإنغاز يعني تحاول إنها تسيطر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإنها انسحبت من تحرير الجنيه واكتفت بتحرير الوقود بنسبة 50%. السودانيين لن ينسوا مئات الشباب اللي يعني واجهوا بصدور عارية الرصاص بتاع جهاز الأمن النظام رفضاً لما يسمى بسياسات التحرير الاقتصادي في شقها المرتبط بشكل مباشر بحياة الناس وبحركة الاقتصاد الكلية. نعم. ولذلك كانوا وما يزالوا يعلقوا الآمال باعتبار أنه كما أشرت أنه 2018 ديسمبر المحرك الأساسي لها كان هو العام الاقتصادي، وده واحد من أسرار قاعدة المشاركة الواسعة فيها اللي ميزتها عن سواها من كل الانتفاضات اللي مرت بالسودان وبالمنطقة. الاقتصاد محرك أساسي، وبالتالي بعد الاقتصادي والاجتماعي يعني في الحلول السياسية والاقتصادية ده واحد من المطالب الشعبية اللي تمسك بها الشعب، و
التعبير الواسع اللي هو الحرية والتغيير في مساهمته في الموازنة، وحيستمر العامل ده هو محرك لفترة ما تبقى من الفترة الانتقالية. وعلى هذا الأساس تمت منهجية الميزانية، دي المرحلة الأولى، إنه بتقدم منهجية لمواجهة الميزانية. أولى ملاحظاتنا في قوى الحرية والتغيير ولفتنا لها السيد رئيس الوزراء السيد وزير المالية في إنه الموجهات دي هي تكاد تكون صورة طبق الأصل أو زي ما بيقولوا فوتوكوبي لموجهات الموازنات السابقة. أي ما لكن أستاذ عادل أنا بعقيف، لأنه الكلام الأورد والسيد وزير المالية والله يا أخي دي اشتراطات البنك الدولي. نعم. وده منهج علمي، وإنه لا بديل لحل الأزمة الاقتصادية السودانية إلا بتحرير المحروقات. يعني هو برضه السيد إبراهيم البدوي وزير المالية ما جاب الكلام ده عن فارق. دي وجهة نظر صندوق دولي وليست نظر شعب السودان. يعني شعب السودان من ثوراته العظيمة في أكتوبر واحد من شعارات المدوية وما زالت أصداء مستمرة ويتجددة لن يحكمنا البنك الدولي، لن يحكمنا البنك الدولي ولا للسياسات صندوق النقد الدولي. وطبعا في دول يعني يمكن قبل الحلقة كنت بتكلم مع أستاذ أمير المنتج البرنامج في أنه تركيا ما عندها علاقة بصندوق النقد الدولي، إيران ما عندها علاقة، واقتصاديات نامية جدا. ماليزيا ما عندها علاقة بالوصفة. إثيوبيا أيوة كما قال السيد حمدوك في أول تصريحاته، وهذا كان تصريح يعني تفاءلنا به كثيرا. فطيب يظل السؤال يعني هل السيد وزير المالية، مع احترام شيء لتفكيره واحترام شيء لأفقه الاقتصادي، يظل السيد وزير المالية لا يمتلك حلول إلا عن طريق صندوق النقد الدولي؟ ده كلام مهم جدا بالمناسبة، لأنه ربما تفضي هذه الأشياء لأن يراجع سيد رئيس الوزراء رأيه في تعيين السيد وزير المالية نفسه. هي في مدرستين، يعني أنا في لقاءات سابقة أشرت لها. نعم. هنالك بعض الاقتصاديين بيروا إنه لتجاوز التشوهات الهيكلية في اقتصاديات بلدانهم يتبنوا ما عرف في الاقتصاد الدولي بسياسات التكيف الهيكلي. دي مدرسة اقتصادية اتبناها المؤسستين الكبار اطلعوا بعد الحرب العالمية الثانية بعد اتفاقية دايتون، ويتأسس صندوق النقد الدولي. ودي بالمناسبة سؤالك ده مهم جدا أخذ فيه دقيقتين. ظهر الصندوق والبنك الدولي كمؤسستين لمنتصرين في حرب، وبيفتكروا انه انتصارهم العسكري ده بيأهلهم في انه يعمموا رؤيتهم الاقتصادية على نطاق العالم. نعم. وهي وصفة طبعا جامدة جدا وبيروقراطية وما بتدي لا منفذة للموظف العامل في الصندوق اي مساحة للمرونة والاجتهاد. يعني وصفة، وعشان كده الناس قاعد يصفها بانها وصفه جاهزه او وصفه تقليديه. يعني زي الطبيب يحلل يقول عندك ملاريا بيقول كلوروكين او الاجهزه اللي اتطورت ولا بالبلد استفوف الجاهزه. بالضبط. وفي مدرسه اخرى عبر عنها يعني منتدى عالمي هام جدا في باريس في 2008، واللي هو ده استئناف يعني للخطه اللي بدته حركه عدم الانحياز في انه بلدان العالم الثالث يعني زي ما هي دايرة تحافظ على استغلال السياسي عليها إنها تنطلق من إنه الاستغلال السياسي ما بيتحقق إلا باستغلال اقتصادي، وعشان ما تحقق استغلال الاقتصادي اللي هو الوجه الآخر للاستغلال السياسي لابد إنها تعتمد وتحشد مواردها الذاتية. فهما يعني مدرستين. التفكير الأول اللي قلته هو سياسة التكييف الهيكلي والحرية والتغيير بمداولاتها بالبرنامج اللي هي طرحه لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما بعد سقوط الإنقاذ. هي قدمت تصور من اسمه سميناه السياسات الإسعافية، البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة. الشق الأول ده نقصد به إننا نواجه المحركات الأساسية للحراك السلمي ده، وهو الضائقة المعيشية، تدني الأجور، تدهور قوة الشرائية لقيمة الجنيه. والسياسات البديلة دي فيها تأكيد لأنه شعبنا ما أسقط البشير وحكمه كأشخاص، وإنما أسقطهم كتوجه اقتصادي واجتماعي. وبالتالي لابد أنه تكون في سياسات بديلة لسياسات التحرير الاقتصادي اللي بداها
بعد المؤتمر الاقتصادي في أغسطس 90 وزير المالية عبد الرحيم حمدي اللي هي سميت باسم سياسات التحرير. طيب أستاذ عادل، العجز الكلي في الميزانية بيصل ل 73 مليار جنيه، من أين يغطى؟ نحن حقيقة قلنا أو لفتنا انتباه وزير المالية في الموجهات اللي أشرت لها قبل، إنه لاحظنا إنه الوحدات اللي تخصصت لها الميزانية هي ذات الوحدات اللي تخصصت لها ميزانية 2019 و 2018 واللي هم حوالي 271 وحدة. الميزانية بتقسم الاقتصاد أو البلد مؤسسات الدولة لوحدات وبالتالي ترصد لها ميزانيات منفردة. نعم. ميزانية 88 آخر ميزانية في النظام الديمقراطي التعددي، وحدات الميزانية كانت 91. 91. بالتالي الترهل في الوحدات ده هو ما جاء نتيجة تطور في الاقتصاد أو خلق مؤسسات أو أجسام عشان ما تقوم بوظيفة اقتصادية واجتماعية، بقدر ما كانت هي تعبير عن التوجهات الأيديولوجية للنظام الإنقاذ وخلق وظائف يسكن فيها يعني رموزه ومنسوبيه وحلفائه، وبالتالي دي مترهلة. ولذلك يعني أنا من الإعداد الأول نبهت لأنه اعتماد الميزانية لنفس وحدات الميزانيات السابقة ده حيؤدي إلى تضخم في الإنفاق وحيؤدي بالنتيجة إلى زيادة في العجز الموازن. المبلغ ده يمكن أنه يصحح وممكن أنه يتخفض، رغم أنه ده حتى حسب المؤشرات يعني الدولية المحسوبة في مسألة العجز هو عجزه في ما وصل لمرحلة العجز اللي بيخلي الموازنة في حالة خطر يعني، لكن هو رغم متضخم يمكن انه يخفض الى نسبه 30% بتقدير المتوقع. الايرادات بتاعت الميزانيه بتصل ل 563.3 مليار جنيه، والسيد الوزير وعد بانه تحصل قفزه كبيره في الايرادات المقدره من العام الماضي. من وين بتجي القفزه دي؟ انا في تقديري اقول انه الموازنه لو اعتمدت وتبنت الموجهات والبدائل طرحتها اللجنة الاقتصادية وخبراء والحرية والتغيير والمساهمات الشعبية يعني الواسعة عبرت عن نفسها في وسائل الإعلام بمختلف عناوينه، المبلغ المطروح في الموازنة الآن للإيرادات مبلغ يتواضع أمامه. السودان بلد غني جدا. انا ممكن اشير لثلاث حاجات عشان الوقت ونبدا باعتبارها امثله. تفضل. اخر تقرير بمناسبه كلامك عن صندوق النقد الدولي صدر في بدايه ديسمبر 2019 اسمه اهم المظاهر. اشار التقرير ده لظاهره تحويلات العاملين خارج بلدانه، ودي اعتبرها من أهم المظاهر اللي ظهرت في 2019 في اقتصاد العالم، وقال الحجم القدر رصده هو حوالي 551 مليار دولار. وطلع باستنتاجين، الأول إنه تحويلات المغتربين خارج أقطارهم أو تحويلات العاملين خارج أقطارهم بتفوق بنسبة ثلاثة أضعاف التمويل اللي قاعد يجي لبلدان من مؤسسات التمويل الدولي، بمعنى إنه يا بلدان العالم الثالث اهتمي برأس مال كبير جدا ممكن يغنيك في إنك تبحثي عن مصادر بتاع التمويل ومشروطة من مؤسسات تمويل خارجية. الثاني قال إنها فاقت الاستثمارات الخارجية برضها في بلدانا بنسبة 125%،
وبالتالي ده يرجعنا للسؤال المهم اللي انت بديت به، وانا يعني سعيد انك انت استخدمت مصطلح صحيح. هو ما رفع دعم، هو زياده لاسعار المحروقات. نعم، يعني انا من الحريصين على ضبط المصطلحات، المصطلح. نعم، لانه المبلغ يعني المسار حول الجدل الان ده هو ما دعم حقيقي، هو فروقات محاسبيه في نتيجه عدم استقرار سعر الصرف. نعم. وبالتالي ده عرض، انت ما ممكن تتابع العرض وتخلي السبب او المتسبب الرئيسي فيه. فالمتسبب الرئيسي فيه انه كيف نحشد موارد من النقد الاجنبي ونضبط الطلب على النقد الاجنبي عشان ما نصل لسعر صرف ثابت ومغلق يجذب لنا ما سماه تقرير صندوق النقد الدولي مساهمات العاملين خارج بلدانهم. نعم. وهنا دي مناسبة يعني الواحد يحيي المغتربين السودانيين اللي بيبلغ عددهم مع المهاجرين حوالي 9 مليون اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في تمويل أسرهم والحفاظ على تماسك مجتمعنا ومولوا الانتفاضة وما يزالوا حتى الآن. وبالتالي ده بيفتح طريق قدام المفكر الما تقليدي في التخطيط الاقتصادي انه يوفر اجراءات وحوافز للسبعة مليون او التسعة مليون سوداني خارج اعمالهم عشان ما يكونوا واحد من مصادر التمويل الوطنية الاساسية للموازنة. ده مصدر، ده ممكن حده الادنى بحسابات مش بتمني او رغبات، ممكن انه يمول الميزانية بين حدود 3.5 مليار الى 11 المغتربين. ده المغتربين زي القصة بتاعت القصة في ماي بتاعت جنيه الكرامة، دي ممكن نجيها في الدعوة اللي قلناها وكنا نتطلع وما نزال انه مجلس الوزراء يفتح حساب في بنك السودان المركزي يسميه عزة ديسمبر او يسميه حساب الكرامة، ولمساهمة السودانيين داخل السودان وخارجه في انهم يمولوا الميزانية ويمولوا الاقتصاد حسب الاستعداد للبذل والتضحية اللي عبروا عنه من ديسمبر حتى الان. وحسب استاذ عادل معلش انا حقاطعك، يعني الفكرة ما فيها منطق برضو، يعني انت ما ممكن تخلق ميزانيه بتاعت عام كامل لدوله اصلا هي زي ما تقبل تفضلتها وذكرت الحقيقه على شكلها بدون تزويق، ان والله يا اخي احنا دايرين ميزانيه حقيقيه، فتكون تقول لي والله يا اخي انا اجي علي المغتربين ولا مغترب برضه باقي مشاكل كثيره جدا في الدول الخارجيه دي. يعني ما نسبه يعتمد على، يعني في ملاحظه مهمه جدا، فيها شك سياسي اكثر ما هو اقتصادي نفسه. التوتر الموجود الان في الجهاز التنفيذي من قبل الميزانيه يعني الى حد كبير جدا أصهر ضعف الجهاز التنفيذي في التعامل مع مشكلات السودان. نحن ليه أستاذ عماد نستهين بإرادة شعبنا؟ ما هو لحد أنا بتكلم عن الجهاز التنفيذي الآن، هو الشعب قاعد لحد نوفمبر جدا، معلش لحد نوفمبر لما نحن بنتكلم إنه الانتفاضة غادمة يروها بعيدة ونراها غريبة والنظام ده حيسقط، في ناس كانوا قاعد يقول لنا أنتم بتحلموا. الشعب السوداني ما عنده مشكلة الظاهرية. يعني الشعب السوداني ده اللي وسطت الأسرة والأم بإحساس الأمومة في داخلها ده إنه تفتح بابها وتخلي ولدها ولا بنتها يمشوا للمظاهرة وللاحتجاج وللموكب وهي عارفة إنه ممكن يجيها شهيد ولا مصاب أو مفقود، نعم. ما بيهون عليها إنها والله دبلتها ممكن، أي لكن هل ده كفايه لانه حل الازمه؟ ده قلنا واحد من لا ده جبناه عرضا. نحن اشرنا الى مساهمات المغتربين، عندهم تحويلات قاعد تجي، لكن قاعد تتم اما في الخارج بالتلفون او قاعد تجي هنا بتمشي للسوق الموازي. لذلك قلنا نحن بدل ما نفكر في اننا نخفض الانفاق المفروض نخفضه نبذله عليه شعبنا هم يسموه الدعم على المحروقات او الدعم السلعي، نفكر في انه نحل المشكله الاساسيه اننا كيف نصل لاستقرار بتاع سعر صرف مقنع. يعني ده واحد من مصادره تحويلات المغتربين، واحد من مصادره اننا نعمل بورصه للذهب مع شركه مساهمه عامه تشارك فيها بنك السودان وزاره الماليه العاملين في التعدين اضافه الى مساهمه شعبيه وتكون في بورصه دي بتكافح لنا اول حاجه تهريب الذهب اللي وصفه بنك السودان انه في السنة 2018 نشرت بنك السودان قالت انه في 103 طن اتهربت، 103 طن ذهب دي بحسابات اليوم اكثر من المبلغ اللي حدده وزير الحلول المالية. الحلول لتهريب الذهب شنو في تقديركم؟ الحلول لها شنو؟ قصة تهريب الذهب دي نعمل بورصة
وبالتالي العايز ذهب بالسعر العالمي في البورصه يخط النقد الاجنبي بتاعه عندنا، لانه طارد حصائل صادر جات ولا ما جات، اتاخرت ولا ما تقاعد في محلك يجي يدوب عملتك الصعبه. طيب ليه ما ليه نفس الشيء يعني ليه البورصه ما اتعملت؟ لا المفروض تتعمل، والمفروض تتعمل ايضا بورصه للمحاصيل. السودان اكبر منتج للصمغ العربي، 85% من انتاج العالم للصمغ العربي، نحن ولا الخامس في تصديره. ايوه بيتهرب، نعمل بورصه للمحاصيل، الداير سمك عربي، الداير سمسم، الداير كذا، نعمل قيمه مضافه. انا لو سمحت لي اقول لك نقطه طريفه جدا. اسي لو خشيت بعض البغالات بقت يجي منتج اسمه قشطه الفول. هاي مصنعه في مصر او في دول اخرى. نعم. مصر بتستورد مننا الفول. بتجيبوا لنا قشطه. بيجيبوا لنا قشطه. وبيتصدروا للولايات المتحده الامريكيه بما يساهم في الاقتصاد المصري بحوالي 175 مليون دولار. دي دكوة. قلنا نزرع 800 فدان بطاطس، دي ما دايره لها مدى طويل، من 3 لـ 4 شهور. 800 الف فدان، في الفدان في اقل مستوى له 60 طن، الطن في حدود 3000 دولار. ده مبلغ اكثر من الذهب واكثر من البترول. بالحسابات بالسياسات البديله ازرع موز 800 الف في وارض جاهزه في مناطق سنار والدمازين والنيل الازرق وفي جزر النيل وشواطئه بنفس المستوى، بيجيب لك مبلغ من البطاطس والبوص والموز بس ممكن انه يصل ل 7 مليار دولار. انت غني في ثرواتك وفي موارد، اخرج من الصندوق التقليدي للتفكير وابدع واستفيد من الميزات التنافسيه لسلعك الزراعيه وسلعك البستانيه. طيب انا صار في سؤال، والله هو سؤال طويل للتاريخ يا استاذ عادل. نعم. يعني العقليه الاقتصاديه السودانيه دي وين من الكلام ده؟ لا دي هسه هي مطروحه. يعني الكلام ده مش يعني عشان نكون برضو احنا منصفين، الازمه دي عمليا بدت من مايو، والكلام ده اورده هسه ابراهيم ونعيم منصور في مذكراته. نعم. انه الازمه الاقتصاديه دي بدات تقريبا من 72 فعليا يعني، واستمرت كده متراكمه. وصلت ذروه لها في مايو في مايو 78 بالضبط كده. بعد ذاك جات الازمه اللي هي شملت افريقيا في جفاف الصحور في اول الثمانينات. وين العقليه السودانيه الاقتصاديه؟ يعني انت زي ما سويت كلام مهم جدا وكلام مقنع، انا ما قال اقتصاد لكن مقنع بالنسبه لي. وين الابداع؟ وين الابتكار؟ هل لانه الوزير بيجيب وزير ماليه ده بخطوه بس ده يرضي السلطه الحاكمه؟ ده نقدر نقول في النظامين السابقين وحتى في الديمقراطيه نفسها، يعني القصه دي احنا عندنا ازمه في الشخصيه السودانيه اقتصاديه. والدليل على ذلك المعاناه اللي بنعانيها احنا الان، احنا الان بنعاني معاناه يعني اقتصاد السودان بس الا من الفتره بتاعت عبود نوفمبر كان في اقتصاد وكان في تنميه، بعد ذاك ما في تنميه اقتصاد. لو فزوا عنده ارقام يقولها. نتابع الكلام ده بعد الفاصل. تابعونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ما زلت بحضره ضيفي الاستاذ عادل خلف الله، فكونوا معنا. اعزائي المشاهدين احنا لسه بنرحب بالاستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم القوة التحرير والتغيير الاقتصادي، وموضوع اليوم ميزانية 2020. أستاذ عادل، يعني هل نتوقع تخفيض الإنفاق الحكومي؟ نعم، تخفيض الإنفاق الحكومي مطلوب، ومطلوب الآن أكثر أمام التحدي الاقتصادي اللي بيواجهنا واللي عبرت عنه إعداد الميزانية قبل الفاصل. بالتالي يعني واحد من تقليل الإنفاق الحكومي عبرت عنه التشكيلة الوزارية، انه تم استبعاد فكرة وزراء دولة. أيوة. في التشكيل الوزاري ضغط الوزارات في حدود 20. الان نحن طارحين فكرة انه يكون في والي، الحكومة الولائية تكون من المدراء العامين للمصالح الحكومية، بمعنى اننا ما نرهق الميزانية بمحافظين بوزارات. الفكرة بدل 189 معتمد يكون في 47 محافظ. ده كله إضافة للإنفاق الأكبر طبعا، أنه نسخر موارد البلد ونزيدها في تحقيق
لبناء السلام بدل الانفاق على الحرب. لكن طبعا هتصطدم الحاجه دي بالمناسبه بملفات السلام. يعني واحده من المشاكل احنا برضه ناقشناها هنا في 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 الشروق في حوار اخر، انه الحركات كلها بتطالب بتوسيع المشاركه اليوم في في شكل السياسي، فحيصل الصدام اذا تم توقيع السلام بالمناسبه في مساله المحتمديات وكذا. لا هو ده لابد انه المفاوضات الجاريه الان بتاعت السلام تراعي النقطه دي، لانه دي نقطه مهمه جدا. من المهم جدا انها أيوة تراعي أيوة الوضع الاقتصادي اشرته الموازنه والاشر والمطلب الشعبي. الشعب داير يحسن اوضاعه المعيشيه وفي نفس الوقت ما داير الدوله تتخلى عن وظيفتها. على, على 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 المفاوضين من الجانبين انه يقتنعوا بانه والله يا اخي، خاصه الجانب الحركات، انه والله يا اخي المشاركه نفسها هي رهن عليه عليه الموازنه. بعدين اهم حاجه استاذ عماد، نقطه انت اشرت لها مهمه، هو هل يعني المقصود اننا نحن نستمر في النهج السابق؟ نعم. والا لماذا رفضنا النظام السابق؟ نعم. طيب المهم ايضا انه ما نبدا نهتم بالتمثيل الذاتي بقدر ما التمثيل البرامجي، يعني تبقى السلطه معبره عن برنامج يعبر عن طموحات الشعب السوداني، وبالتالي أي من المكونات ممكن انه يكون في موقع صنع القرار المعبر عن البرنامج. طيب المتفق يلا هسه كلامك ده، الميزانيه المخصصه للدفاع كانت 33 مليار فاصل 88 الى 50 50 مليار فاصل 578 زادت. لا ونحن في زمن السلام متوقع تنخفض ولا تزيد؟ لا هي انخفضت. انا داير انبه انه يعني الميزانية دي بنعتمد الأرقام الرسمية منها بعد ما تصدر فيما يعرف بكتاب الموازنة. كتاب الموازنة ده بتطبع الموازنة بعد إجازتها اللي تمت مبارح، وترجع تاني للتدقيق والتبويب والترقيم ومعالجة الأخطاء، وتطبع في كتيب. وبالتالي يعني أنا حتى الآن ما دخلت في رؤية كاملة للتفاصيل الرقمية، وبناقش بالموجهات العامة. الموجهات العامة إنها فيها صعود في الإنفاق على التعليم وعلى الصحة وعلى البنى التحتية وعلى الإنتاج وفي مقدمته الإنتاج الزراعي. وكويس إنه الميزانية التزمت بالحد اللي حددته الفاو اللي هو نسبة 12% من الإنفاق العام يبقى على قطاع الزراعة. طيب الإجمالي الإنفاق على التعليم والدفاع والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية تساوي 34%، هي بتقيل عن الدعم السلعي بشكل 36%. انا ما فكره الدعم السلعي دي قبيل، يعني قلت الرقم ده هو رقم ما حقيقي ما مضبوط لعده اسباب. نعم نعم. اولا انه ودي طبعا نحن دعينا لها واتغيدت بها الموازنه، اننا لازم نصحح جمله من الاجراءات والتدابير في مقدمتها ما يسمى بالشراء والتعاقد. احتكرت مجموعة الشراء والتعاقد الخاصة يعني بالدولة ومؤسسات الدولة مجموعة محددة جدا، إما من رموز النظام أو واجهات رموز النظام، وبالتالي السلع اللي كانت بتجي نتيجة تأثيرات الحصار وعدم التعامل المباشر مع الجهاز المصرفي في السودان، كان الديزل مثلا بيجينا عبر محطات كثيره جدا، دي بتدفع فيها بشكل واضح يعني لوسطاء ولسماره ولسماسره قد تصل 35% من قيمه الفاتوره. نعم. وعشان كده انا بقول الرقم ما حقيقي. الان احنا ما عندنا مشكله، ممكن نرجع ثاني، وده اشرنا له في المناقشات التمت، انه نرجع ل صيغه الشراء المشتريات الحكومية المركزية مرتبطة دي طبعا بثلاثة مؤسسات هامة جدا بتضبط الجودة والمعايير وبتخزنها عشان ما تمنع التسرب، وفي نفس الوقت تمنع الفساد، وبتشتري احتياجات الدولة لمدة عام اللي هي المخازن والمهمات النقل الميكانيكي المشتريات الحكومية المركزية. المؤسسات الثلاثة دي هتقلل لنا بشكل اقلاه اجزم انه يكون في حدود 35%. ربطنا الميزانيه بفكره الخزنه الواحده،
يعني كل الإيرادات تدخل في خزانة وزارة المالية، في جهة واحدة هي بتقرر اقتصاديا هي وزارة المالية. نعم. وزارة المالية نفسها تكون مشق ده بس، يكون اسم على مسمى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. نعم. يعني الرؤية للخروج من الأزمة اللي أدخل فيها النظام أو فاغم النظام بنهجه وسياساته الاقتصاد الوطني، ما بتحتاج لوزارة مالية فقط، وإنها بتحتاج جنبا إلى جنب لها أو مكمل لها. طيب ربع الأجور لحد رأينا اليور بنسبة 100% من 450 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالقطاع العام والخاص، افتكر ده حل ولا ده برضو جزء من الأزمة القادمة؟ يعني في نوفمبر من العام السابق 2018 أعدت مؤشرات لحد أدنى للأجور في 2018. يعني أنا أمامي الآن مؤشر نعم المجلس الأعلى للأجور والمرتبات، وفي المؤشر اللي عملناه في المهنيين دراسة لتكلفة معيشة في حدها الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد بالأساسيات. لما قبل نجاح السور كان 8700. نعم. اللي هو تقريبا مطابق مع الرقم اللي وصل له، يعني في فارق بسيط جدا المجلس الأعلى للأجور والمرتبات وللمجلس الأعلى للأجور، إنه الحد الأدنى للتكلفة 8 مليون الحد الأدنى في ديسمبر 2018. الحد الأدنى للأجور حتى 2013 كان 189 جنيه. نعم. بعد الاحتجاجات اللي تمت في ديسمبر ومحاولة لتخفيض الاحتجاجات الشعبية، تم زيادته من 189 جنيه ل 425، وهو ساري لحد الآن. علما بأنه من 2013 حتى الآن زادت أسعار السلع والخدمات الأساسية لـ20، نحن مصنفينهم يعني اللحوم البغوليات كذا 20 سلعة، زادت في حدها الأدنى من لما زادوا بس 50% من المحروقات، زادت ثلاث مرات من 160 ل 500. ايوه طيب. ولما تخفض الجنيه ل 47.5 اربع اضعاف، زادت من 880 مره. ما هي دي المصيبه هنا، انه احنا عندنا ثقافه اجتماعيه خطيره جدا او ثقافه شرائيه، يتزيد المرتبات يرتفع السوق. لا دي هما مش ثقافه، ده واحد من التوابع الاقتصادية. أيوة. إنه زيادة الكتلة، زيادة النقود المتداولة بتزيد الأسعار، بتزيد التضخم، واحدة من المشكلات. عشان كده نحن في الموازنة دي يعني اقترحنا أو اتفقنا مع الوزير إنه تعتمد زيادة الأجور، وإن كان نحن قلنا لو زيدت بمعدل 10 أضعاف طيب ما حتوفي. لما في 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 لما جبنا الاستاذ الزياده دي ما يعني ما تسلم يعني دفعه واحده، عشان ما تؤدي الى صدمه في الطلب كبيره جدا على السوق، تزيد اسعار السلع وبالتالي تزيد. لما ناقشنا قصه قضايا المفصولين وجبنا السيد الوكيل الاستاذ رشيد سعيد، فكنت بناقشه في انه يعني في كميه كبيره جدا من الشباب المحتال قادر على العمل الآن، منتظر وظائف وما لاقي وظائف، وممكن يكون يرجع المفصولين، المفصول من 89 أو حتى المفصول من 2016 أكيد لقى له وظيفة يعني. فالشباب الموجودين ديل هم أجدب الوظائف دي. صحيح. السيد الوكيل طبعا قال هي القصة في النهاية معنوية وأدبية وكذا، ربما تكون الإجابة غير مقبولة أو مقبولة، لكن توفير. هو ده صحيح، ده التمة يعني. نعم. حتى نحن سنة قبل كنت بالمناسبة في مجلس الوزراء في الاستقبال بتاع حالات المفصولين، أغلبهم يعني في خانة في الاستمارة هل تود العودة إلى العمل، فكانوا بيقولوا لا إحنا بس دايرين الرد الاعتبار والإجراء، دايرين ندافع عن حقوقنا عشان نوقف تاني يعني أي مغامر عسكري ولا مدني يجي يفصل الناس. زي ما بقول الفرنسيين نوع من الكومبليمو المجامل يعني. طيب توفير 250 ألف فرصة عمل للشباب، هل تفتكر دي بتخلص معدلات البطالة؟ وواضح إنه برضه حقه بيقول كلام مهم جدا يا أستاذ عادل. نحن واحدة من قيم هذه البرامج إنها تكشف الحقيقة، واحدة من نسبة الشخصية السودانية عدم العمل يعني ذاته عاجل تلنتين بنتكلم عنها نحن دي. لما الشاب السوداني ده عنده قوة وإرادة إنه يشتغل حقيقة لصالح البلد، وده منهج تاني كبير جدا، نحن ما بنشتغل. صحيح. عشان ما يعني ممكن نعمل ثورات ونحترض وكل الشعارات من ماكسيم جوركي لحد آخر زول احترض،
نعم. لكن لما نيجي في العمل حقيقة بنشتغل. هي طبعا يعني السلوك الاجتماعي انت ما بتعجله من التوجه العام للسلطة. نعم. بالذات سلطة زي استمرت في الحكم بمنهج واحد بمركز قرار واحد كل فترة ضايق 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 وبيعبر عن توجهات اقتصادية محددة جدا. واحد من التداعيات الخطيرة جدا على سياسات التحرير على نطاق واسع وبشكل انتقائي أنا أقدر أقول إنها هي أدت مش تراجع إلى انكماش حاد جدا في القطاع الإنتاجي. نعم. والقطاع الإنتاجي ده هو اللي بيفتح فرص بتاعت استخدام. نجم عندي شنو؟ هجرة واسعة قبل نحن حيينا أبناء وبنات شعبنا هاجروا واغتربوا في الخارج بحثا عن عمل أو تحسين أوضاعهم المعيشية أو دعم أسره. فده حلق مع غياب فرص الاستخدام حالة من الانتظار إنه بقى الأسرة تحتاج لأي حاجة بيتصلوا حول لنا رسل لنا كده. فده أشاع حالة من يعني الاعتماد على الغير. واحدة من الهزات العنيفة اللي رجعت الشخصية السودانية وقفت قدام مرآة نفسها وتحررت من كثير من السلبيات السلاحة الغرسة حاول يغرسها فيها السلوك الاستهلاك الطفيلي بتاع السياسات الرأسمالية الطفيلية خلال 30 سنة الماضية إنه الشخصية السودانية فاقت بدأت تعي دورة تعي واجبها تعي حقوقها. يعني 30 سنة الفاتت دي واحدة من أسباب إنها استمرت لأنها أضعفت الوعي بالدفاع عن الحقوق. الآن في ثورة ضخمة جدا عن الحقوق. يعني اليوم أنا جيتكم متأخر لأنه ما قادر أرجع من مكان العمل للبيت عشان ما أجيكم، لأنه حتى الآن الشباب والشابات والشعب من الساعة 9 صباحا هم متوجهين عشان ما يسمعوا النطق بالحكم في قضية ممارسة تعذيب واغتيال لواحد من رموز الانتفاضة. فالشعب بقى يعني وعيه واستعداده لحقوقه عالي جدا. ده بيتطلب شنو؟ في ملاحظة مهمة جدا أنا أتوقع أنك كنت تسأل منها، إنه لو لاحظنا نسبة المشاركة في الإيرادات العامة الميزانية هنا شايفة عاملة نسبة دي لأول مرة في تاريخ الميزانيات عاملة المقارنة بالإجمالي الكلي. أيوة نعم. قطاع الإنتاجي بشقين والزراعي والصناعي دي نسبتهم أقل من 48%، في حين إنه قطاع الخدمات استأثر بنصيب الأسد 58%. عشان نحقق الهدف الجوهري اللي أنت طرحته ده إننا نفتح فرص بتاعت استخدامات مفترض بدون التقليل من دور قطاع الخدمات، لكن نتوسع أكثر في القطاع الإنتاجي بشقين والزراعي والصناعي لأنه ده بيفتح فرص بتاعت عمل. عندنا مدخل تاني لاستيعاب عدد كبير جدا من الباحثين عن عمل، وده من حقهم وهم مؤهن له. الشرط له الميزانية كاتجاه، لكن ما ترصدت كأرقام، وهو القطاع التعاوني بشقينه الاستهلاكي والإنتاجي. الاستهلاكي حيفتح فرص بتاعت شباب وشابات وقادرين عن العمل في أنهم يتوظفوا أو يعملوا في قطاع التعاون، لكن الفرص الأكبر حتكون لهم، ودي طبعا نحن أكدنا عليها في اللقاءات بتاعت الموازنة مع وزير المالية والتيم بتاع الميزانية، في أنه في مبادرة غوامة لما بدت يعني السل الرقم أكيد زاد حوالي 3500 من شبابنا عندهم براءات اختراع. نعم. وعندهم من الملكية الفكرية ومنتظرين التمويل. فتم الاتفاق مع السيد وزير الصناعة والتجارة عباس مدني في مسألة فكرة التعاون وتمويله، ويعني خدمات بشكل غير مباشرة في انه تساهم في تمويله وتقليل التكلفة بتاعته عشان ما يقدم اسعار صغيرة. الجانب الثاني بنك السودان مع محفظة من 8 بنوك. فضل دقيقتين، لكن في حاجة مهمة جدا ما أقدر أقاطعك. رفع تغطية التأمين الصحي بنسبة 100% إذا كان علاج مجاني، يعني تحت مشيئة تورد السيد وزير المالية، فيما نحتاج للتأمين؟ لا، هو التعليم مجاني في المرحلة الأولى. التأمين الصحي؟ لا، قصدي التعليم مجاني. نعم. المرحلة الأساسية والثانية. العلاج مجاني في المراحل الأولية. نعم. يعني في الطوارئ، مقابلة الطبيب والأخصائي،
العمليات الصغرى عمليات الولادة. فعشان كده في أهمية إننا نوسع التأمين في الكوارث الكبيرة يعني. نعم. طيب تخصيص 7% من إيرادات الولايات متأثر بحروب والنزاعات، دي نسبة نطمح لأنها ترتفع. في طبعا في الميزانية حاجات أنا والله في سؤال منتظرين الكتاب يطلع يعني، ودي مهمة. الإصلاح في بعض القوانين في مقدمة الإصلاح الضريبي، ودي نحن قاعدين ندوب عليها، إصلاح ضريبة شركات الاتصالات من 7% إلى ما يساويها في الدول الشغالة فيها نفس الشركات بين 55 إلى 60%. دي بتقلل التضخم، بتقلل المضاربة في الدولار والنقد الأجنبي، وبتخليها تساهم مساهمة وطنية في زيادة الإيرادات. أستاذ عادل معلش، أنا في سؤال لازم أختم به الحلقة دي، وسؤال مهم جدا. أنا أي سؤال أي إنسان مشاهدنا الآن بيسأله، الكلام عن إنه والله يا أخي رفع أسعار المحروقات تعني عدم رفعها، شايف في كلام في إنه يتم الرفع تدريجيا، في 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 سؤال عام، هل يمكن في منتصف العام يحصل هذا الرفع؟ ولا أنتم وضحتوا الحلول الممكنة اللي بتخلي الميزانية الحدي تجي 2021 كما يجب؟ أنت قبل قلت إنه ده بسبب العامل السياسي، نحن مع أهمية لازم نراعي العامل السياسي، لكن الإفصاح والتعبير عن البعد الاقتصادي للانتفاضة مهم، بالتالي نحن ما عايزين نحول دون ردات فعل سياسية بقدر ما ده يعني غد مع غد فتح الطريق يعني ده معالجات اقتصادية. يعني برضو في احتمال مفتوح إنه ارتفع أسعار المحروقات، ده في النهاية يغرر المؤتمر الاقتصادي اللي هو مفترض إننا نعد له، وبدينا نعد له الأسبوع الجاي نقدم أوراق عملية في مارس تشكل مو زي المؤتمرات السابقة يعني مجرد نقاش أكاديمي وتصورات ومقترحات. نعم. لا، نقدم خطة تشكل حلول حقيقية وحلول حقيقية مرشدة للسلطة الانتقالية لفترة الثلاثة سنوات. يعني أقدارنا أقدار الشعب السوداني حتى مارس، نحن دايرين نتصدى لأزمة عمرها أكثر من 65 سنة، فغمت 30 سنة من أسوأ مراحل الحكم في السودان. عزيزي المشاهد الكريم، ما بين يناير وآذار كثير من الاحتمالات والتوقعات. أنا شاكر جدا للأستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بقوة الحرية والتغيير، كثر خير أستاذ عادل. أنا عضو اللجنة الاقتصادية لقوة الحرية والتغيير، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي. حزب البعث العربي الاشتراكي. الله يخليك. وكثر خيركم يعني، دعوتمونا في الشروق على احتفالاتكم. الله يخليك. إذا زي ما قلت، ما بين يناير ومارس وآذار كما يقول نزار قباني، هناك الكثير من التوقعات والاحتمالات. لم يغفر ملف الاقتصاد، ربما يتم زيادة أسعار المحروقات وربما لا يتم. إذا الأيام المقبلة هي التي تجيب على الأزمة. السلام عليكم. ولن يتم بحول الله وصغة في اقتصادنا واستجابة لتطلعات شعبنا إن شاء الله. إذا عايز المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار آخر. هذه عطر تحياتي وتحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.